لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب السيد فيشر اليوم السبت بالرباط خريطة المغرب التي تشمل الأقاليم الجنوبية والتي اعتمدتها رسميا الحكومة الأمريكية. وقال السيد فيشر في لقاء صحفي عقد في سياق القرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائها، يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميا من قبل الحكومة الأمريكية. وأضاف السفير الأمريكي إن هذه الخريطة هي التمثيل الملموس للإعلان الجريء الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يومين والذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه. كما أشار السفير الأمريكي إلى أنه يعتزم تقديم هذه الخريطة كهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اعترافا بالقيادة الجريئة لجلالته ودعمه المتواصل والتامين للصداقة العميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. وقام السفير الأمريكي على إثر ذلك بالتوقيع على الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدت الحكومة الأمريكية رسميا. وقد تم الإعلان عن القرار التاريخي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه أول أمس الخميس خلال اتصال هاتفي بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكأول تجسيد لهذه المباراة السيادية ذات الأهمية البالغة قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية في الداخل تقوم بمهام اقتصادية بالأساس من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والمساهمة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما لفائدة الأقاليم الجنوبية. نشكركم على حسن المتابعة.